السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نشتغل مع بعض شغل الاستراكشر. اول حاجة اختار استراكشر تمبليت او اقول له نيو بروجكت واختار استراكشر تمبليت نفس الحاجة. طيب دلوقتي لو انا عايز اضيف ليفلات اجي هنا واقول له كوبي واروح ناسخ الليفل ده، او اجي هنا من اركتكشر واقول له انا عايز ليفل وابدأ اختار من هنا لهنا، واختار مثلا من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب دلوقتي ممكن اجي مثلا على ليفل 1 وابدأ اقول له انا عايز ارسم الجريد، اقول لكم مثلا بالشكل دوت، ده جريد رقم 1، ده جريد رقم 2، جريد رقم 3، 4، 5. وممكن اروح اعمل سيلكت كده واقول له روتيت، بس اقول له كوبي واقول له انسخ دول من هنا لهنا. تمام. طيب ممكن بعد كده ابدا احط الكولوم، اقول له انا عايز كولوم لحد الهاي بتاعها لحد مثلا ليفل 5، او اقسمهم يعني قبل ما احط اقول له لا اقسم لي خليهم لحد ليفل 1 وبعد كده ابدا اعمل له تكرار، فاقول له انا عايز الكاميرا بتاعتي هنا. تمام. وابدا احطهم، او حاجه تانية ان انا اقول له اد جريد، يعني اول ما تلاقي جريد ابدا احط الكاميرات فيها فينش. تمام. فلما اخش بقى هنا الاقي الكاميرا بتاعتي بقت بالشكل دوت. تمام. طيب لو انا عايز ادخل اناليتيك، او ممكن اروح هنا في 3D اناليتيك موديل ابدا اشوف الاناليتيك موديل بتاعي بالشكل دوت. طيب عايز ابدا بقى احط مثلا الكاميرات، فاقول له انا عايز اعمل البيم، اختار مثلا ليفل 2 اقول له انا عايز اعمل البيم، وابدا اختار البيم اللي انا عايز ارسمه اي واحد من دول سواء كونكريت او دبليو شيب. الريفرنس ليفل بتاعي هيكون مثلا ليفل 2 وهبدا ارسم مثلا من هنا لهنا. تمام. او ممكن تقدر تاخد كوبي بيست تنسخه من هنا لهنا كوبي. والعكس برضو تقدر تعمله، تقول له انا عايز اعمل بيم بالشكل دوت. كوبي. نبص بقى في 3D هيطلع معايا بالشكل دوت. ممكن اروح انسخهم كده واقول له انا عايز كوبي، واقول له انسخهم لي سيلكت ليفل لبيت الادوار. اوكي. ونشوفهم بقى في 3D هيطلع حاجة بالشكل دوت، او في الاناتيك موديل هيطلع معايا بالشكل دوت. ممكن بعد كده تبدأ تحط الاحمال، تقول له انا عايز احط لود عندك سواء بوينت لود او لاين لود او اريا لود. هتقول له مثلا عايز الليفل اللي انت عايزه، تقول له انا عايز بوينت. تمام. وتبدا تحط البوينت بتاعتك او لاين لود. تمام. هو مش ظاهر هنا عشان الاناليتيك مش هنا، الاناليتيك في ليفل 2 اهوت. اقول له مثلا انا عايز اللاين لود، وتبدا تحدد اللاين بتاعك.